الشباب مع المرأة، مجهودات في العمل التطوعي والخيري وأخرى في العمل تكوين الثقافة، إعادة الإدماج، فئة مجتمعية أخرى ربما تحظى هي الأخرى بأهمية لدى الجمعية، معك سينجيب بالأطفال. وإذا أردت أن تبني مجتمعا عليك أن تحاول أن تعمل مع النشأ. صحيح. والنشأ هناك ليس ذنبه أنه خلق في رقعة جغرافية قد نقول صعبة ومترامية الأطراف من ناحية التواور هنا وهناك، فكطفولة لديه حقوق دستورية، تعليم، تثقيف، ترفيه إلى غير ذلك، ماذا توفرون لهم كجمعية أنوار؟ بعض الأنشطة التي سأذكرها، مثلا مؤخرا كان عندهم لقاء مع فرقة المسرح الخيال الضيل مع الفنان جمال قرمالي، هذا كان في حضور الأطفال، يعني نشاط مخصص للأطفال، إنشاء مكتبة داخل الجماعة، وأيضا مواكبة الأطفال، يعني بعض التلاميذ المتفوقين داخل المدرسة المجاورة. الأنشطة كانت في رسام نعم، كانت نعم ورشة في الرسم، ورشة في أيضا في ما يتعلق بالسينما أيضا، يعني هذا النشاط أيضا عروض سوف نعم كلون هذا نعم هذا مع الحضور بحضور الصديق جمال قرمالي والمجموعة ديالو، طبعا كانوا هاد الأطفال حاضرين في هذا النشاط. ايضا ضمن الانشطه الموجهه للشباب خصوصا واليافعين، مثلا يعني بحضور المخرج الكبير سي عبد الرحمن التازي، وكان عرض ديال الفيلم جاره ابي موسى. ايضا خرط الشباب حتى في العمليه ديال التشجير مثلا اللي كانت تمت، خصوصا ما يتعلق بتزيين المدخل ديال الجماعه. نعم. فوالا مشاركة أطفال في هذه العملية البستانة. على كل حال هذا كله يمكن أن نجمعه في فكرة أساسية، وهي أن الرأسمال البشري أساسي. صحيح. ثم أن يفهم أن هذا الرأسمال البشري، أن الثروة يمكن أن يخلقها عندما يعي مصدرها داخل منطقته. والثروة البشرية ربما هي أهم من كل الثروات الطبيعية. نعم. كدير لهم شي أنشطة صيفية، مخيمات إلى غير ذلك. لحد الساعة مازال ما كاينش هذا الفولي ديال المخيمات، ولكن وأنتم مازال في منطقة سياحية، من قطب سياحي كبير في المغرب. نعم. فممكن تستغل بتعاون وشراكات مع مؤسسات ربما وزارة الشباب والرياضة. ربما الأولويات اللي كانت مطروحة يعني محليا هي أولا بحال بغينا نقولوا إعادة هيكلة هذا المجال الذي يعيش فيه هؤلاء الناس. نعم. الماء أولا، الكهرباء، يعيشوا مزيان عاد ديك الساعة الترفيه، بعد نشوفوا جوانب الترفيه هي جزء منها. كاين مثلا مواكبة بعض التلاميذ اللي هما معوزين، يعني توفر لوازم المدرسية، توفر الملابس في فصل الشتاء، خصوصا المنطقة باردة في فصل الشتاء. صحيح. تكون باردة جدا بحكم أنها مفتوحة على مقدمة الجبال الأطلس الكبير الغربي او الجنوبي الشرقي طبعا. على كل حال هذه المنطقه هذه يعني كل ما يمكن ان نقول بان انجزنا، دائما هناك اشياء اخرى طموحات مستقبليه تبدو في نعم نعم. عندك شيء اضافه سي مصطفى فيما يخص الطفوله هناك في نعم. نحن مقدمون على نشاط يوم 1 مارس 2020 لفائده الاطفال، ومن خلاله غادي تكون يعني دورات تكوينيه في التحسيس باهميه الشجره، وغادي يقوموا هاد الاطفال هادو بغرس اشجار الخروب في المنطقه يوم 1 مارس القادم. الحديث عن غرس الاشجار والبيئه، عندكم نشاط يتعلق بغرس الاشجار؟ نعم، هو كذلك عندنا علاقات مهمه مع الفلاحين في المنطقه، يعني هما منخرطين معنا في جميع الاعمال ديالنا التطوع